يا زهرة في خيالي رعيتها في فؤادي، جنت عليها الليالي وأذبلتها الأيادي وشغلتها العيون، فمات سحر الجفون. زيارة مدينة جبيل مع أطلالة فصل الربيع بتخطف الأنفاس، مشاهد متألقة بالألوان، شتلات وزهور، البعض منا أسماء مألوف مثل القرنفل والزنبق والحبق والبنفسج، والبعض الآخر غير مألوف، وكل هالتنوع موجود بسوق الأزهار والعصافير والمنتوجات المحلية التقليدية يلي يقام سنوياً على الطريق الروماني بجبيل، ويسعد الآلاف من عشاق الحدائق والزهور. يعني عاملين جنة، عن جد عاملين جنة بحد ذاتها، وهالدموزيل اللي عم بتغني بتطير العقل. دايما جبال هيك تبهرنا عن جد بأفكارها بالأشياء الحلوة، فنحن جايين من طرابلس، يعني دايما نقصد جبال حتى عن جد نعيش الربيع، نعيش عيد الميلاد، نعيش وما كان. جبال رائعة عن جد. أنا بتمنى إنه يصير هيك شيء بطرابلس عنا. صار شيء سنوي، صار بيقصدوا الناس من كل البلدان من كل المناطق، يعني حلو الواحد يشوف طبيعة ما يشوف زبالة، يشوف جمال الطبيعة وكل شيء. إن شاء الله أيامكم كلها زهور وفرح، ومش جبال بس، إن شاء الله بعم لبنان كله. شجعهم يجوا يتفرجوا ويشجعوا وياخدوا فكرة، لأن الأفكار اللي بتعملها منطقة بيبلوس ما حدا بيعملها. وردي خمرة مثلي سمرة بصير مثل البقلة، مثل كل عام ومع بداية فصل الربيع تطلق مدينة جبيل اللبنانية مهرجان الزهور، وهالعام افتتحت لجنة مهرجانات بيبلوس الدولية سوق الأزهار والعصافير والمنتوجات المحلية التقليدية برعاية وحضور رئيس بلدية جبيل الأستاذ زياد حواط. هالحدث رح يسمح لرواد هالمدينة السياحية المشاركة بمعرض مفتوح بالهواء الطلق. يعني جبيل السنة هي عاصمة للسياحة العربية، هذا موضوع مدعاة فخر لكل اللبنانيين. هيدا المهرجان اللي عم تقوم فيه بيبلوس فيستيفال مزيد من النجاح، لنأكد انه لبنان مازال حي، لبنان ما في شيء بيموته، ما في شيء بيأس اللبنانيين، واكبر دليل عم نشوفه اليوم هون. المعرض بيزيد حركة السوق، بيجيب عالم من برات جبال، بيعمل قيمة للمنطقة ولجبال، وكله هذا بفضل رئيس بلديتها زياد حواط يلي عم يسعى بكل ما عطى الله عطاه قوة حتى يخلي جبال بالصدارة. المميز انه سنة عن سنة عم المشاركين عم بيكونوا كتار اكتر، في ثقة اكبر، في جبال حلوة عم تحلى اكتر بوجود اللي بحبوها. ولا تعتني فيها تضاعت الهدية، وهديتني وردي فرجيتها لصحابي، خبيتها بكتابي زرعتها على مخدي. نشاطات رديفة تواكب المهرجان تستحق الاهتمام، بالإضافة لمشاركة واسعة من نحاتين ورسامين وموسيقيين. أنا مش أول سنة، صاروا كذا سنة بشارك معهم. نحن عم نعيش حالة راقية جدا، غير قصص اللي عم نسمع على التلفزيونات وزبالة وما ادري شنو. جاي اليوم دق وغنى. انا اسمي نغم وانا ساكنة بجبال، بحبها كثير لجبال. انا كاكولات اكاديمي عندي معهد موسيقى، رح نشارك بهالمعرض من خلال نهار الأحد الساعة 4:30، مدعوين جميعا فتشوفوا كيف أطفال جبال وشبيبة جبال رح يعصفوا يغنوا يرقصوا. أنه كل سنة بقى أنا مصري، كل سنة بقى على لبنان هنا أتفرج على معرض الزهور، بس بقى في شهر عيد الأم بالذات يعني، وكتير حلو وكتير بيعجبني، وأنا عندي محل ورد بمصر، بس بقى أخذ أفكار.
كل ما يحتاجه اللبنانيين الغارقين بمشاكلهم البيئية هو هالإطلالة الربيعية المختلفة من مدينة جبيل الغارقة بلون الفرح ورائحة الزهور، ليعيدوا إلى حياتهم ألوان الفرح والطبيعة. I'm not afraid.